وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الدوحة مراسل أكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، أهلا بك معنا، ماذا لديك من تفاصيل حول هذه الزيارة؟ تفضل. نعم يارا، تتوج زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة بهذه اللقاءات التي بدت منذ ساعة من الآن هنا بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القطرية. هذا اللقاء مهم للغاية لأنه يجمع كل مسؤولي أو كبار رجال الأعمال هنا في قطر من رابطة رجال الأعمال أو أعضاء غرفة الصناعة والتجارة القطرية. هو حوار مثمر للغاية ما زال مستمرا حتى الآن ما بين الطرفين. عدد كبير من أعضاء هذه الغرف التجارية والصناعية يطرحون في هذا التوقيت أسئلة مهمة عن التسهيلات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمار. لكن كما أسلفت، كان في البداية هناك حديث لرئيس الوزراء في افتتاح هذا المنتدى الأعمال المصري القطري بحضور رئيس الوزراء والوفد المرافق له، تحدث فيه عما مرت به مصر عبر السنوات الماضية حتى عادت إلى مكانتها التي تستحقها حسب توصيف رئيس الوزراء في ضوء مشاريع عديدة، بنية تحتية، عودة قوية للاقتصاد الخاص أو القطاع الخاص ليكون أحد روافد الاقتصاد الكلي والاقتصاد القومي للدولة المصرية. الآن الدولة المصرية لديها رؤية وخطة تعمل عليها منذ فترة ليست بالقصيرة لجذب مزيد من الاستثمارات، وبالدرجة الأولى نتحدثون عن الاستثمار العربي. فبالتالي جاءت هذه الزيارة المهمة إلى قطر لبحث إمكانية الشراكة، سواء نتحدث عن دور للصندوق السيادي، وهنا تحدث رئيس الوزراء ودعا رجال الأعمال أن يستفيدوا من تجربة الصندوق السيادي بما لديه من امتيازات قانونية تسهل عملية الشراكة مع عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية ومنها الدولة القطرية بطبيعة الحال. وكذلك كان هناك حديث وأسئلة مهمة طرحها القطريين من رجال الأعمال ورجال الصناعة على رئيس الوزراء والوفد المرافق له، وكانت الإجابة سريعة على الفور في عدد كبير من الملفات. لكن رئيس الوزراء تحدث عن أن الدولة تضع خطة لتذبذب أسعار الصرف وأن هذا سينتهي عما قريب للغاية. تحدث كذلك عن تسهيل كل الإمكانيات الخاصة بجذب مزيد من الاستثمار إلى مصر. تحدث على أنه لا يوجد أي موانع بالنسبة لحركة رؤوس الأموال والأرباح للمستثمرين إذا ما جاءوا إلى مصر، سواء في شركات شراكة خاصة أو مشروعات مستقلة. مصر تسهل وتضمن ذلك بكل أريحية. وأيضا الحديث الآن من الطرف القطري عن مزيد من الاستثمارات والفرص الوعيدة عما قريب للغاية. وكما تعلمين، أعلن بالأمس على لسان رئيس الوزراء القطري بأن هناك زيارة رفيعة المستوى من كبار رجال الأعمال في الربع الثاني من هذا العام سيزورون القاهرة، وتحديدا ستكون هذه الزيارة تتضمن عدد كبير من المناطق الحرة والاستثمارية التي عملت عليها الدولة المصرية. لدينا عشرات من المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة التي لديها ميزة نسبية في تسهيل عملية الاستثمار. أيضا رئيس الوزراء يرى تحدث اليوم على أن هناك قانون مهم للغاية تعمل عليه الحكومة وفي طريقه إلى مجلس النواب خاصة بتسهيل عملية الاستثمار، عما قريب سيتم التصويت عليه. زيارة مهمة ولها ما بعدها إن شاء الله. نحن نتابع إكسترا نيوز في هذه التغطية الخاصة لهذه الزيارة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة القطرية والوفد المرافق له. عند الخدمات الإخبارية القادمة سيكون لدينا جديد عن طبيعة هذا اللقاء الذي ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. عودة لك يارا. شكرا لك عوض على كل هذه التفاصيل، وبالتأكيد متابعة هذه الزيارة مستمرة على إكسترا نيوز. عوض غنام مراسل إكسترا نيوز من الدوحة، شكرا جزيلا لك.